Switch it up. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بإذن الله النهارده هنشرح جزء الميكرو في شابتر ريماتيك فيفر. هنشرح الكوزيتيف اورجانيزم المسؤول عن حدوث ريماتيك فيفر، ايه الاورجانيزم اللي بيخش الجسم وبناء عليه بيحصل ريماتيك فيفر، وهنتكلم طبعا اذا كان الاورجانيزم ده قاصد ان هو يخش يعمل ريماتيك فيفر ولا اذا كان بيخش، وايه صدفه الجسم بيتفاعل بطريقه غير الطريقه اللي هو المفروض يتفاعل بيها مع الجسم، مع الاورجانيزم اللي داخل، فبيؤدي لحدوث روماتيك فيفر. كل ده هنعرفه بالتفصيل ما نقلقش، بس اولا عايزين نعرف اسم الاورجانيزم اللي بيعمل الحاجه دي. الكوزيتيف اورجانيزم المسؤول عن الروماتيك فيفر اسمه جروب اي بيتا هيماليتيك ستريبتوكوكاي، او جي اس، او اسمه بقى اجمالا عندك كله الستريبتوكوكس بيوجين. ده اسم الاورجانيزم المسؤول عن الروماتيك فيفر. طبعا الاسم الطويل ده هنرجع له، هو ليه سبب مش متسمي كده هباء، كل حاجه متقاله مقصوده ليها سبب معين. وما نخلص هنرجع للاسم وهنوضح كل حاجه اتقالت. يعني اتقال ليه جروب، اشمعنى جروب ايه، اشمعنى بيت هيماليتيك، اشمعنى ستريب، مش ستاف مثلا، هنقول كل ده بالتفصيل. المهم ناخد المورفولوجي بتاعنا. المورفولوجي بما ان هو ستريب هو اكيد جرام بوزيتيف، اي ستريب جرام بوزيتيف، ومعظم الستريب ليه شويه صفات كده معينه ان هو جرام بوزيتيف، نون موتايل، نون سبورنج، ويبقى مترتب في تشينز. ان تشينز دي مش في كل الستريب، ولكن في الستريب كوكس بيوجين بتاعنا هو ايه ارينجد ان تشين. تمام يا جماعه، هو ايه ارينجد ان تشين، يبقى هو جرام بوزيتيف ونون موتايل ونون سبورنج وموجود في تشين. ده المورفولوجي بتاعنا، ودي صوره غالبا دي الصوره دي بيجيبها كل البكتيريا الموجوده اللي عندك. كل بكتيريا الجرام بوزيتيف عموما بيكون ليها نفس الشكل ده، ففي السمير او الفيلم بتاعها، فما تستغربش يعني لو الصوره دي اتكررت كتير عادي. تخش بعد كده على الكالتشرال كاركترز، ايه الصفات بتاعت البكتيريا دي لما تيجي تتربى. في والله شويه حاجات كده ايديال لكل بكتيريا، الدكاتره بتقول عليها ايديال لكل بكتيريا. ازاي يعني؟ يعني والله هي بالنسبه لو بالنسبه للجاز احتياجاتها بالنسبه للاكسجين، بقول لك والله هي ايروب فاكلتيتيف انيروب، يعني هواء او من غير هواء، يعني هي بتمشي نفسها في الحالتين، اكسجين او من غير اكسجين. تمام. درجه الحراره المناسبه ليها يقول لك 37. طيب فتره الحضانه ليها يقول لك يوم او يومين، 24 ساعه او 48 ساعه. الحاجات دي اصلا مثاليه، يعني هي دي ده الايديال بتاع اي بكتيريا، ايروب فاكلتيتيف انيروب 37 درجه من يوم ليومين. اما الميديا بقى، فالميديا بتاعت معظم البكتيريا حاجه معينه، مش هنفرق كده دلوقتي، خلينا بس البكتيريا اللي احنا عايزينها. هي مش هتاخد بكتيريا عاديه، مش هتبقى الاورديناري، تبقى حاجه انريتشد، حاجه مميزه، حاجه عليها اكل. وليكن كده خلينا نقول ان البكتيريا الستريب كوكس بيوجين دي مش بكتيريا عاديه، هي بكتيريا بنت ناس. بتقول لك والله انا بكتيريا بنت ناس، ما اكلش اي حاجه، انا عايزه بكتيريا اتربى عليها تكون بكتيريا متغذيه كويس، بكتيريا ايه انريتش ميديا، اللي هي ايه بالظبط يا ست الستريب كوكس بيوجين. تقول لك انا مش هاخد اي بكتيريا، يعني انا برضه احتياجاتي مش هتبقى متطلبه قوي، يعني انا عايزه بس براد اجار، يعني اللي هي شويه كده ار بي سيز اتغذى عليهم بس عشان اعرف اظبط دنيتي. طيب يا ستي، انت لما تاخدي بيضات اجاره هتعملي فيها ايه؟ هتقول لك انا هعمل فيها بيتا هيموليسيز. يعني هو ايه الهيموليسيز؟ انواع الفا وبيتا. انا هعمل البيتا النوع العنيف اللي بياكل ار بي سيز على الاخر، اللي بيعمل زون حوالين البكتيريا. ما نيجي نبص كده في الصوره يا جماعه، هنلاقي ان انت عندك في بكتيريا اهي، دي كده لوحدها مزرعه من البكتيريا، حواليها كده الار بي سيز، كل الار بي سيز اللي حواليها متاكله، فهي واكله كل الار بي سيز اللي حواليها، فدي من نوع ايه البيتا هيموليسيس، اللي واكله كل الار بي سيز. انما الالفا مش عايزين نتطرق ليها، بس الالفا ما بيبقاش بالمنظر ده. الالفا بتكون الحاجه متاكله على مرحلتين، يعني لون غامق مثلا ولون فاتح، يعني مش حاجه واحده. تمام. نخش بعد كده على الايه، على البايوكيميكال اكشن. هنقول لك والله اللي هي كاتاليز نيجاتيف، يعني اما اجي احط عليها. طيب قبل ما اجي اقول هي ايه اللي بيحصل، انا عايز اعرفك ايه الكاتاليز ده، ايه التيست بتاع الكاتاليز ده. المفروض ان في بكتيريا، او في بكتيريا بتفرز انزيم، هي مش البكتيريا بتاعتنا، البكتيريا بتاعتنا نيجاتيف، فانا بتكلم على حاجه مش موجوده دلوقتي عندنا. تمام. مش في البكتيريا اللي احنا كان، مش في الستريبتوكوكس في 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 في, في, في الستريب العادي مثلا، او مش عايز اقول مثال معين، بس خلينا اقول ايه، في بكتيريا اخرى يعني بتطلع انزيم اسمه كاتاليز. الكاتاليز ده وانا احط عليه فوق اكسيد الهيدروجين اللي هو H2O2 اللي هو اللي بيتحلل لاكسجين وميه. طبعا الميه ليكويد سائل، الاكسجين جاز، فبعد ما بحط بجيب البكتيريا دي واحط فوق اكسيد الهيدروجين، هيتفك الاثنين، الاكسجين هيطلع بيطلع هيئه فقاقيع هواء، فبيعمل الفقاقيع دي. فلو عملها يبقى البكتيريا دي بتطلع انزيم اسمه انزيم الكاتاليز اللي بيفك فوق اكسيد الهيدروجين لاكسجين وميه. انما لو ما طلعتش فقاقيع يبقى ما عندهاش كاتاليز، وبناء عليه هي كاتاليز نيجاتيف. تعالى هنوضح كده الكلام ده برسمه، مش برسمه، بمعادله يعني بتاعت فوق اكسيد الهيدروجين. ده فوق اكسيد الهيدروجين اما بيتفك الميه واكسجين. الاكسجين احنا عارفين يا جماعه اهو ان هو ايه، ان هو جاز، انما عندنا هنا الميه ليكويد وفوق اكسيد الهيدروجين ليكويد برضو. فهو انا لما احط، لو البكتيريا بتاعتي فيها كاتاليز، في هنا كاتاليز، في انزيم الكاتاليز هيفك الموضوع ده، هيفك فوق اكسيد الهيدروجين لميه واكسجين. طب البكتيريا بتاعتي لو ما فيهاش كاتاليز، لا يوجد كاتاليز، مش هيحصل ده كله، هتفضل ايه فوق اكسيد الهيدروجين زي ما هو، ماليش دعوه، مش هيحصل اي تفاعل. فبناء عليه انا لو حطيت فوق، نرجع بقى للصوره بقى يا جماعه، انا لو حطيت اهو الصوره دي كده مثلا،
الصوره دي هو حط فوكسيد هيدروجين طلع فقاقيع ما طلعش فقاقيع، يبقى البكتيريا اللي انا بتعامل معاها دي ما عندهاش الكاتاليز، يبقى كاتاليز نيجاتيف. تمام، ده بالنسبه لاول تفاعل كيميائي بيحصل. حاجه تانية، انا لو جبت المزرعه بتاعتي، المزرعه بتاعت البكتيريا اللي انا ربيت عليها بكتيريا خلاصه تمام، وحطيت عليها انتي بايوتيك اللي هو مضاد حيوي من نوع البسيترسين، لو البكتيريا اللي موجوده في المزرعه دي من نوع الستريبتوكوكس بيوجين، هيحصل انهبيشن للجروس، البكتيريا مش هتنمو حوالين، انت عندك اول بسيترسين اهو في زون حواليه كده، ما ترباش فيها، ما ترباش فيها بكتيريا خالص، البكتيريا من هنا مش متربيه، ما حدش رباها، لان البسيترسين قالت ما حدش هيتربى هنا، جت كده قالت ما فيش بكتيريا هتطلع في المكان اللي فيه. تمام، فهي البسيترا الستريبتوكوكس بيوجين يكون ايه سنسيتيف للبسيترسين. انما مثلا نبص هنا تحت كده، ده ريزيستنت، عندها ريزيستنت منه، عندها ريزيستنت منه على البكتيريا دي، مش بتخاف من البسيترسين، البسيترسين موجوده وفيها ايه يعني، هطلع برضه انا هتغذى وهكبر. انما الستريبتوكوكس بيقول لك لا والله انا بخاف من البسيترسين جدا، انا بترعب منه، ده انا ما عنديش كاتاليز، ما بالك البسيتر ده مثلا يعني، بقول لك مثلا ان ده ملوش، ما فيش ربط ما بينهم، بس انا بحاول اربط لك ما بينهم، ان الستريبتوكوكس بيقول لك ده اضعف انزيم اللي هو انزيم الكاتاليز مش موجود عندي، ما بالك انا بعمل ايه مع البسيترسين ده، بخاف جدا من البسيترسين، البسيترسين ده مضاد حيوي يا جماعه، وبيمنع النمو بتاع، بيمنع الجروس، بيعمل انهبيشن للجروس بتاع الستريبتوكوكس بيوجين. نيجي بعد كده على الانتيجينيك ستراكشر. الانتيجينيك ستراكشر يا جماعه دي عباره عن ايه، شويه حاجات كده موجوده على، ممكن تكون موجوده بره البكتيريا، ممكن تكون موجوده جوه البكتيريا، بس غالبا بتبقى بره البكتيريا، لان في ممكن الدي ان اي ذات نفسه بعتبره انتيجينيك ستراكشر، بس خلينا نقول ان هي موجوده بره البكتيريا، عشان الموجود هنا عندنا من بره البكتيريا، موجوده على سطح البكتيريا من بره، من خلالها لما بتخش الجسم، الجسم بيتعرف ان في جسم غريب، انتيجين، ده انتيجين، ده حاجه غريبه، الخلايا المناعه بتاعتي او الخلايا جسمي اول ما مسكت، اول ما شافتها ومسكت فيها عرفت ان ده حاجه غريبه، هو خلاص مش تبعي، يبقى انا ابدا احاربه. تمام، ايه الحاجات دي؟ اول حاجه الكربوهيدرات اللي موجود في السيلول من بره، في نوع منه اسمه جروب ايه لو تفتكر، كان اسم البكتيريا جروب ايه بيتا هيموليتيك. تمام، فانت عندك اول حاجه كربوهيدرات موجود في السيلول، السيلول بتاع البكتيريا لو تفتكر من الجنرال بيكون فيه بيكون مكون من جزء كبير جدا من الكربوهيدرات. تمام، فالكربوهيدرات اللي موجود في السيلول بتاع الستريبتوكوكس بيوجين بيكون من الجروب ايه، جروب ايه ده انتيجينيك ستراكشر، ده اول حاجه، رقم واحد كربوهيدرات سيلول، يبقى انت عندك كربوهيدرات موجود في السيلول ده انتيجين. الحاجه الثانيه، في حاجه اسمها ام بروتين، الام بروتين اللي موجود في الستريبتوكوكس بيوجين، الجسم لما بيمسك ده انتيجين بيخلي الجسم يتعرف ان في جسم غريب دخل، بيخلي خلايا جسمي تتعرف ان في جسم غريب دخل. بس اقول لك الام بروتين ده اللي هو الام بروتين، بص كده على الصوره اللي تحت يا جماعه، ده اللي هو زوائد شعيريه كده، الحاجه الحمراء دي كده السهم اللي بيشاور عليها اهو، دي زوائد شعيريه اهو، زوائد حاجات كده شبه الشعر، بص كده في الصوره اللي فوق يا جماعه، اهي شبه الشعر اهو، شعر كده، هير لايك بروجكشن، هير لايك بروجكشن طالعه من السيلول، هير لايك بروجكشن طالعه من السيلول. تمام، بيقول لك ان الام بروتين ده مش مفيش نوع منه، مفيش نوع واحد بس، مش اول ما اشوف كده يبقى انا عارف ده ام بروتين، لا ده موجود منه 150 نوع، وبناء عليه بقسم الستريبتوكوكس بيوجين ل 150 تايب، يبقى انا عندي 150 تايب من الستريبتوكوكس بيوجين، بقسم 150 تايب بناء على ايه؟ بناء على نوع الام بروتين اللي موجود، ام بروتين 1 و2 و3 و4 و5 لحد 150. تمام، بقسم الانواع بتاعه الريسبتوكوكس بيوجين على حسب الام بروتين، بس كده لا مش بس كده، والله يقول لك الام بروتين ده مهم جدا 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 جدا، ام بروتين موست امبورتنت، ام احفظها كده، ام بروتين يبقى الموست امبورتنت، ام بروتين الموست امبورتنت فيريولنس فاكتور. ليه هو موست امبورتنت فيريولنس فاكتور؟ لانه بيمنع حدوث الفاجوسايتوزيس اللي بيقوم بيها الفاجوسايت. قبل ما اتكلم على الفاجوسايتوزيس والفاجوسايت، عندك الفاجوسايت دي عباره عن مايكروفاج، المايكروفاج دي خلايا مناعيه، شافت جسم غريب موجود، شافت بكتيريا موجوده، خلاص انا هوب عايز اروح اكل الخليه دي. طبعا في خطوات المناعه اما بتاكل الخليه دي عشان تخلص منها، او تاكل الخليه دي عشان تكسرها حتت وتعرضها على جسمها من بره، فالمناعه بتتعرف، خلايا المناعه الثانيه بتتعرف ان في جسم غريب بقى، تاخدها زي ايه، زي الست اللي قاعده في الشارع كده بتذيع خبر بقى في الشارع كله، ده حصل النهارده 1 2 3، فهي المايكروفاج دي اما بتاخد البكتيريا وبتمنحها بيبقى اسمها فاجوسايت، فاجوسايت لانها كلت البكتيريا، بتعمل عمليه فاجوسايتوزيس. تمام، كلت البكتيريا وكسرتها وعرضتها فوق عليها مثلا، وكلتها وتخلصت منها. تمام بيقول لك الام بروتين ده لما بيشوف الفاجوسايت اما تيجي عايز تاكل بكتيريا هو يتداخل، يعمل ايه؟ يقول لا مش هتنفع، انا موجود، انا ام بروتين، انت ما تقدريش تاكل البكتيريا دي وانا موجود، بيمنع ان هي تاكل، وبناء عليه البكتيريا تفضل موجوده فتره اطول، فبقت فيرولنس، بقت عنيفه، بقت موست، بقت خلايا الجسم مش عارف، الجسم لوحده مش عارف يتعامل معاها، مش عارف يتعامل مع البكتيريا دي بسبب وجود مين؟ الام بروتين. فبقى الام بروتين انا لما اجي اتكلم عنه بقول لك ان هو موست امبورتنت ايه؟ فيرولنس فاكتور. تاني كده يا جماعه ملخصا يعني تلخيصا للموضوع ده، لا اله الا الله. تمام، انت عندك البكتيريا دي، بكتيريا وده دي ان اهو يا جماعه، يبقى انت عندك انتيجينيك ستراكشر، اول حاجه سيلول من بره كده، سيلول عادي، لا ده فيه والله كربوهيدرات سيلول، كربوهيدرات سيلول من نوع ايه؟ جروب ايه بس كده، لا انا كمان عندي ايه، حاجه اسمها ام بروتين هير لايك كده بروجكشن، هير لايك بروجكشن طبعا كده بتبقى ايه، بتتقسم البكتيريا ليها 150 نوع، ده كده الام بروتين بناء عليه بقسم البكتيريا ل 150 نوع، وهي شبه الشعر هير لايك بروجكشن، وهي الموست ام، يبقى انت نازل تحت كده تقوم كاتب لي كده والله ده هي الموست
موست ام ام موست امبورتنت عشان ممكن تيجي ام سي كيو موست امبورتنت فيرولنس فاكتور. تمام تمام ليه طبعا هي موست امبورتنت فيرولنس فاكتور؟ لان لو تدخل عمليه الفاجوسايتوزس اللي بتقوم بيها الفاجوسايت. تمام كده يا جماعه تمام نرجع نكمل. عايز بس اخد مراجعه سريعه كده نرجع تاني الاسم اللي قلنا عليه في الاول. الاسم يا جماعه اللي قلنا هنرجع له تاني اللي هو جروب ايه. طبعا قلنا جروب ايه عشان هي عندها ادرينال ستراكشر من نوع ايه جروب ايه اللي هو الكربوهيدرات الموجود في السلوك. تمام البيتا هيموليتيك ليه هي بيتا هيموليتيك؟ لانها بتعمل بيتا هيموليسيس. اما من اسمها بيتا هيموليتيك يعني بتعمل بيتا هيموليسيس. بيتا هيموليسيس ده بيحصل عليه بيحصل على بلاد اجار. خد بالك البلاد اجار ده نوع من الميديا الريتش ميديا. ممكن يجي في الامتحان ويقول لك البكتيريا اللي بتتربى عليها سوري الميديا اللي بتتربى عليها الستريبتوكوكس بيوجين نوعها ايه؟ بس السؤال ده مش هيقول لك ايه يقول لك نوعها ايه. فانت تقول له ده الريتش ميديا اللي هي ايه هي بلاد اجار. تمام الستريبتوكوكاي او مش طبعا الستريبتوكوكاي بعرف ان هي جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف ماينس بورينج ونسيش نيرج ان تشينج. تمام مفيش حاجه مميزه بعد كده. نبدا نتكلم بقى عن ايه العلاقه بين الريوماتيك فيبر والبكتيريا دي. هل هي داخله قصدها ولا بتحصل بالصدفه؟ في الحقيقه هي بتحصل بالصدفه. مش ذنب البكتيريا ان هي بتحصل، ده ذنب المناعه، ذنب الجسم ذات نفسه، ذنب جسمي او ذنب الجسم نفسه يعني. اللي بيحصل يا جماعه ان البكتيريا بتاعه الستريبتوكوكس بيوجين دي بتبقى داخله تستهدف عندها التارجت اورجان بتاعها الستروس الزور او الفاركس. تمام عايز تخش زي اي بكتيريا بنكناس عايز تخش تعمل التهاب تعمل انفلاميشن في المكان اللي هي داخله عليه وتتكل على الله وبالفعل هتعمل انفلاميشن في المكان اللي هي داخله فيه. تمام بس عشان يحصل ريوماتيك فيفر مش اي نوع بكتيريا مش اي نوع ستريبتوكوكس لا. انت فاكر ان انا من شويه قلت لك ان الامبروتين بيقسم الستريبتوكوكس ل 150 نوع. في انواع الواحد والخمسه والثلاثه والسته وال 18 عشان تحفظهم واحد وخمسه وثلاثه في سته 18. الانواع دي تبع اللي متقسمه تبع للامبروتين هي اللي بتعمل لي روماتيك فيفر. ليش معنى؟ بيقول لك لان الانتيجين ستراكشر اللي موجود عليها من بره الامبروتين ده اللي هي انواع واحد وخمسه وثلاثه في سته 18 انا بعيد عشان تحفظ معايا واحد وخمسه وثلاثه في سته 18 بيكون في تشابه جزيئي في الامبروتين اللي من النوع ده مع انسجه الجسم مع انسجه معينه من الجسم. وما انها بنتكلم على مديول الكارديو فهنتكلم على انسجه الهارت الهارت تيشو. في تشابه جزيئي في تشابه جزيئي تمام مع انسجه الجسم. فالمناعه جهاز المناعه بتاعي لما بينتج انتي بودي بينتج انتي بودي طبيعي عشان يواجه البكتيريا الانتيجين الموجود ده هيروح يمسك في مين؟ في الانتيجين بتاع البكتيريا. وفي نفس الوقت هيروح يمسك في مين كمان؟ هيروح يمسك في الانسجه في الهارت تيشو لان هو بالنسبه له هي شبه الانتيجين فهي انتيجين هي مش حاجه ثانيه هي مش تيشو. هو مش قادر يستوعب ان هي تيشو هو بس شايفها شبه الانتيجين فهي انتيجين انا ماليش دعوه. وجسم المناعه عنده حق وفي تشابه جزيئي انا بتلخبط فانا شفت ده ايه انتيجين ده بالنسبه لي حاجه بتدور جسم معناها ايه؟ معناها بتدور الجسم ولا حاجه. تمام فبقول لك هو بعد كده الانتي بودي دي بتروح تمسك في الانتيجين سوري الانتي بودي هتمسك في الانتيجين طبعا عشان تخلص من البكتيريا وتمسك برضه في انسجه انسجه الهارت هارت تيشو وتقوم جاي مدمراها واكلها وتهاجمها كانها جسم غريب وتبدا تضعف. مره في الثانيه مع تكرار الانفكشن ده من الستريبتوكوكس بيوجين من النوع 1 و5 و3 في 6 18 انواع دي بس بتاعت الامبروتين مع تكرار الاصابه منها مع اصلا ضعف القلب يبدا يحصل ايه؟ اريوماتيك فيه. بس هو ده كلام يا جماعه هو ده الكلام يا جماعه اللي هو ده نون سابريتيف ايمونولوجيكالي ميديتد انفلاميشن. ده انفلاميشن بيحصل ومش نون سابريتيف مش بيطلع بس. تمام بتاع الستريبتوكوكس بيوجين اللي ليها اسم ثاني جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكس فارنجايتس. فارنجايتس يا جماعه لانها بتخش على الفاركس فاركس الصورات يا جماعه ما تستغربوش يعني. فبقول لك انها بتحصل انها بتخش من اسبوع لاربع اسابيع كده على الصورات على الزور تعمل انفكشن. تمام مش اي نوع النوع اللي هو الايه الام تايب واحد بتعمل ايه يا جماعه بانواع اللي هي 1 و3 او خلينا نحفظها زي ما قلت 1 و5 و3 في 6 في 18. تمام بيكون في انتيجين سيميلاريتي في تشابه في الانتيجين مع مين بقى؟ مع الكونكتيف تيشو اللي موجود فين؟ سبيشالي في الهارت. طبعا مش الهارت بس يعني عشان احنا في دول كارديو فبنتكلم على الهارت بس. يعني ممكن تيجي في الارثرايتس ممكن تيجي في الارثرايتس تعمل ارثرايتس ممكن تيجي في المفاصل تعمل ارثرايتس ممكن تيجي في السبانال كورد تعمل مشاكل في السي ان اس ممكن تيجي في الجلد فتعمل مشاكل تبع الدرماتولوجي. تمام يا جماعه فالمهم ما بقول لك في حاجه اسمها مولكيولار ميميكري مولكيولار ميميكري اللي هو تشابه جزيئي يا جماعه. فبالتالي الانتي بودي بتاعت الجسم بتعمل كروس رياكت يعني بتتفاعل معاها على اساس انها ايه انتيجين وبتبدا تحاربها وبالتالي بيحصل حاجه اسمها ايه ريوماتيك فيفر الهم ارومتين. هنا بيقول لك في الجزء ده يا جماعه تمام الجزء ده بيقول ان هو بسبب تكرار الانفكشن واصلا ضعف بيحصل دامج في الكاردياك ماسل فبالتالي بيؤدي حدوث ريوماتيك فيفر. بيتكلم عن الميكانيزم بتاعتها يعني يا جماعه مش معلومه جديده هنا في النقطه دي. تمام نبدا نتكلم بقى على نقطه هل اي حد هيصاب بستريبتوكوكس عاديه هيجي له المرض هل اي حد هيصاب بستريبتوكوكس بيوجين؟ سوري يا جماعه ستريبتوكوكس بيوجين عاديه طبعا مش ان في انواع جوه الستريبتوكوكس بيوجين انواع معينه من الام تايب بتعمل اريوماتيك فيفر اي حد لا والله اقول لك على حسب في متغيرات تابعه للمايكرو اورجانيزم وفي متغيرات تابعه للهوست الهوست اللي هو الشخص اللي اصاب بالمرض مايكرو اورجانيزم اللي هي البكتيريا اللي بنتكلم عليها. بقول لك والله العظيم متغيرات تابعه للمايكرو اورجانيزم ان انت على حسب لو انت اصبت بالسلاله اللي بتصيب بالريوماتيك بتصيبك بالريوماتيك فيفر. ايه السلاله اللي بتصيب بالريوماتيك فيفر؟ اسمها هيماتوجينيك سترين يعني سلالات تؤدي الى حدوث الريوماتيك فيفر. لو انت اصبت بيها فهيحصل ريوماتيك فيفر. ده متغيرات تابعه للاورجانيزم على حسب انت ممكن تتصاب فعلا بالبكتيريا من اللي هي الستريبتوكوكس بيوجين ولكنها مش هيماتوجينيك ما عندهاش الامبروتين اللي من النوع 1 و5 و3 في 6 18. تمام فانت الحمد لله كده مش هيجي لك روماتيك فيفر كفاله شر عن بعيد عنك يعني ان شاء الله. انا بتكلم على انا بكلم بيشنت دلوقتي بكلمك انت. تمام انما عندي بيشنت تاني عنده ايه؟ هو المناعه بتاعته لما جت تحصل المناعه ما طلعتش انتي بودي كتير جدا
في الانتي بودي، ها يا دوبك طلعت الميكرو اورجانيزم بالعافيه، ما مش قادره تعمل حاجه في الهارت تيشو، رغم انها شايف ان الهارت تيشو ده هارت تيشو هي كمان انتيجين، بس مش قادره تعمل فيه حاجه خلاص، مش هتتفاعل معاها، مش هتدمر نسيج القلب، لانها اصلا عدد الانتي بودي اللي طلعت منها اللي طلعت من المناعه بتاعت الشخص ده مش كتير. تمام، بقول لك لذلك اصلا عشان البيوماتيك فيفر تحصل لازم عندك شرطين. الشرط الاولاني ان انت يا مريض، مش انت يا اللي بتسمعني كفر الله شر بعيد عنك والله مش قصدي حاجه، بس ان الشخص المريض يصاب بسلاله عندها عايز اقولها بالعربي، سلاله روماتيزميه اللي هي ايه، ريماتوجينيك سترين من الستريبتوكوكاس فيرجين لمده كافيه تؤدي الى انتاج انتي بودي عالي، انتي بودي بنسبه عاليه، الانتي بودي ده هيدمر، هيروح على الهارت تشو يمسك فيه ويدمر. تمام، طبعا الريماتوجينيك سترين دي مش اي حاجه، قلنا عليها ان هي 1 و5 و3 في 6 ب 18 التابعه اللي بتتغير على حسب تغير مين، الام تايب، الام تايب اللي بيقسم البكتيريا بتاعتي ل 150 نوع. تمام، الحاجه الثانيه جيناتيك بريدسبوزيشن اللي هو القابليه الجينيه، ان انت يكون جينيا عندك الموضوع ده، انت يكون جينيا اصلا الهارت تيشو بتاعتك فيها تشابه مع السلاله اللي داخله، الهارت تيشو لو ما فيهوش تشابه مع السلاله اللي داخله فخلاص اصلا انت كافي السليم مش هيحصل لك روماتيك فيفر ولا حاجه. تمام، يبقى ده شرط حدوث الروماتيك فيفر. الحاجتين دول، الحاجه الاولانيه ان انت تصاب ان هو المريض بتاعك يجي له اصابه من ايه، من ريماتوجينيك سترين لمده كافيه تؤدي الى حدوث او الى انتاج انتي بودي عالي جدا. تمام، الحاجه الثانيه ان انت يكون عندك قابليه جينيه، ان المريض بتاعك يكون في عنده قابليه جينيه ان هو يصاب بالروماتيك فيفر، ان هو يكون في اللي هو عايز اقول يعني هو يكون في تشابه جزئي بين انسجه القلب والبكتيريا بتاعتي. الحاجه الثانيه اخر حاجه بقى نتكلم عليها يا جماعه اللي هي الليبراتوري دايجنوزيس، ازاي اعرف ان انا عندي او المريض اللي جاي لي ده عنده روماتيك فيفر. اول حاجه انا عايزك تعرف ان انت اي مرض في الدنيا لما بتيجي تبص عليه ليبراتوري بتبص على حاجتين، حاجه الاولانيه حاجه بتكون سبيسيفيك، ما تبصش على الكلام ده مش موجود قدامك، اسمعني بس وركز معايا، بتبص على حاجه سبيسيفيك، الحاجه السبيسيفيك دي بتؤكد لك وجود المرض، تؤكد وجود المرض او تؤكد الاصابه بالبكتيريا. الحاجه النون سبيسيفيك، تمام، هي مش نون سبيسيفيك، تقول لي طب انا بعملها ليه؟ اقول لك انا بعملها عشان اتابع، يعني هي مش نون سبيسيفيك، يعني هي مش محدده للمرض ده، هي بتحصل في امراض كتير جدا، بتعلى مع امراض كتير جدا، بتكون موجوده في امراض كتير جدا، طب انا هستخدمها ليه؟ عشان اتابع الحاله، انا المريض بتاعي انا اتاكدت خلاص بالسبيسيفيك تيست بتاعي ان هو عنده مرض ما، طب انت هتستخدم النون سبيسيفيك تيست ليه بقى؟ هستخدم النون سبيسيفيك تيست عشان اتاكد تمام ان العيان ده حالته بتتحسن، حالته بتبوظ، حالته ماشي ازاي، هعمل فولو اب بتاعه، يعني هعمل فولو اب. طيب هنا عندي السبيسيفيك تيست بتاعي حاجه اسمها انتي ستريب لايسن او تتر، يعني انت تلخبط كده برضه والله، انت عشان تروح تقيس حاجه سبيسيفيك، السبيسيفيك ده يا اما انتيجين يا اما انتي بودي، هنا هنبص على انتي بودي، الانتي ستريب لايسن او تتر ده انتي بودي، ده انتي بودي جوه جسمك. طيب هو ايه ده، طلع ازاي؟ والله اقول لك ان البكتيريا من النوع ايه، ستريبتوكوكس، الستريبتوكوكس بيطلع نوع انزيم كده اسمه ستريبتولايزن، تمام، ستريبتولايزن او، الجهاز المناعي هيطلع انتي بودي، فالانتي بودي ياخد نفس الاسم بس قبل كلمه انتي، يبقى انتي ستريبتولايزن او ده الانتي بودي بتاعي، ده الانتي بودي اللي جسمي بيكونه، لو جسمي كونه يبقى انا حصل لي اصابه بالستريبتوكوكس بيوجين. تمام هقيسه، لو لقيته اعلى من 200 يبقى انا كده الانتي بودي عاليه جدا، واحنا قلنا ان الانتي بودي تبقى عاليه جدا بتروح تدمر ايه، الهارت تيشو، فده فانت اعلى من 200 تود، بالمناسبه يا جماعه الوحده القياس بتاعه الانتي ستريبتولايزن او تيتش اسمها تود، تود يونت. تمام، فهو لو اعلى من 200 تود يونت يبقى انا كده ده بشكل قوي جدا الشخص ده عنده ريوماتيك فيفر، وريوماتيك فيفر شغاله لان الانتي بودي بتاعتي عاليه جدا. طيب انا قستها وما لقيتهاش عاليه، هي موجوده بس مش عاليه، فهي الحمد لله كده انت بنسبه كبيره ده مش روماتيك فيفر، ده سترونج ايفيدنس اجينست روماتيك فيفر، ده ان شاء الله مش روماتيك فيفر. تمام، ابسنس يعني ما يبقى فيه اختفاء للانتي بودي العاليه، يعني الانتي بودي موجود بس مش عالي، يبقى انت ان شاء الله مش روماتيك فيفر، انت اتصبت بس الحمد لله انت مش روماتيك فيفر طبعا لاي سبب كان بقى اللي هو قلنا عليهم من شويه. تمام، ده كان السبيسيفيك. طب النون سبيسيفيك اسمه ايه؟ اسمه سير اكتيف بروتين او الاي اس ار، الاي اس ار دي هي سرعه الترسيب، سرعه الترسيب يا جماعه، والسير اكتيف بروتين دي تستات بتتعامل مع الامراض المزمنه، بتكون عاليه مع معظم الامراض المزمنه عموما، فانا بستخدمها في المتابعه، يعني هي بتكون عاليه اصلا في حالات الكانسر ربنا يحفظنا يا جماعه كلنا، وبتكون عاليه مع الامراض المزمنه مع اي مرض كرونيك عموما يعني. فانا دلوقتي عندي عيان، العيان ده مثلا عارف انا متاكد خلاص ان هو روماتيك فيفر، انا متاكد خلاص ان هو روماتيك فيفر، هل كل شويه بقى اروح اقول له ايه لي روماتيك فيفر، ايه لي الانتي بودي بتاعتك؟ ما مش شرط، وممكن تبقى مكلفه جدا على العيان، فاقول له اعمل سيركت بروتين او اي اس ار، ده رخيص جدا يا جماعه في المعامل يعني مش غالي خالص. بطلب من العيان هو يعمله، بيعمل سرعه ترسيب وسيركت بروتين، هو لو عالي يبقى انت العيان ده حالته وحشه والله العظيم يا جماعه، انت كده انت حاج البروجنوسيس بتاعك انت في الضياع. طيب هو لو واطي، مش العيان اللي واطي، لا الاي اس ار هي سرعه الترسيب وسيركت بروتين لقيتهم قليلين، يبقى الحمد لله العيان ده حالته بتحسس، ده جود بروجنوسيس. هو حتى هنا بيقول لك النقطه دي كده، بيقول لك زي ار نون سبيسيفيك تيست بوت زير سيجنيفيكانس، اهميتهم العلميه تكمن في ان هم بيستخدموا في حياتي فولو اب في المتابعه بس مش اكتر. وهي بس يا جماعه مديول الكارديو تكون كده انتهينا من مش مديول الكارديو طبعا، من جزء المايكرو بتاع الستريبتوكوكس بيوجين اللي بيؤدي لحدوث روماتيك فيفر. وعايز اقول بس يا جماعه ان مديول الكارديو ممتع جدا، ما تستمتع بيه على قد ما تقدر، و
وان شاء الله تستفيد بيه جدا 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 جدا، ومدير ممتع. انا ما واخد انا بقرر كلامي، مش متعمد قوي كده، بس حاول تستمتع بيه وما يكونش بالنسبه لك عاله او يكون بالنسبه لك هم يعني. وربنا يفيدكم يا جماعه ويساعدكم ويعينكم وينفع بينا يعني. والسلام عليكم.